والقوة وعندكم السلاح والجنة توافيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثوا وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاة يا 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 والنجبة التي انتجبت والخيرة التي اختيرت قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الأمم وكافحتم البهم فلا نبرح أو تبرحون نأمركم فتأتمرون حتى إذا دار بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت نعرة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين فأنا حرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ثم قالت عليها السلام ألا قد أرى أن أخلدتم إلى الخف وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقاب وخلوتم بالدعاء ونجوتم من الضيق بالسعة فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيظ وخور القنايا وبثة الصدور وتقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخوف باقية العيار موسومة بغضب الله وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعين الله ما تفعلوا يا يوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون فأجاب عبد الله بن عثمان هذا اسمه الذي عرف به في الإسلام أما اسمه في الجاهلية فكان عبد اللات فقال يا ابنة رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما فإن عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخل بعلك دون الأخلة آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم لا يحبكم إلا كل سعيد ولا يبغضكم إلا كل شقي
فأنتم عترة رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبون والخيرة المنتجبون. على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا، وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك، فوالله ما عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتب والحكمة والعلم والنبوة، وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا يحكم فيه بحكم. أيها المسلم أيها المحب، وهذا الحديث كذب وافتراء على رسول الله تفردوا به ليمنعوا فاطمة عن حقها ويسلب الخلافة عن أمير المؤمنين، وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلايا يقابل به المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة ثم الفجار، وذلك بإجماع من المسلمين لم أتفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي فيه عندي، وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك، لا نزوي عنك ولا ندخر دونك، وأنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك، لا يدفع مالك من فضلك ولا يوضع من فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيما ملكت يداي، فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك صلى الله عليه وآله؟ فقالت عليها السلام سبحان الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره ويقف سوره، أفتجمعون على الغدر اعتلالا عليه بالزور؟ وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياتي. هذا كتاب الله حكما عادلا وناطقا فصلا يقول يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال عز من قال وورث سليمان داود، فبين عز وجل فيما وزع عليه من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغابرين، كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فقال أبو بكر صدق الله ورسوله
وصدقت ابنته، أنت معدن الحكمة وموطن الهدى يا والرحمة وركن الدين وعين الحجة. لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابك، هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت، غير مكابر ولا مستبيد ولا مستأثر، وهم بذلك شهود. ثم إنها عليها السلام التفتت عليها السلام وقالت معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا كلا، بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم وساء ما أشرتم وشر ما منه اعتضدتم. لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا، يا إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر يا هنالك المبطلون. ثم إنها عليها السلام عطفت على قبر النبي صلى الله عليه وآله، والآلام تعصر قلبها، وأخذت تخاطب أبيها بهذه الأبيات: لقد كان بعدك أنباء وهمبثة، لو كنت شاهدها لم تكبر الخطب، إنا فقدناك فقدا واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا، وكل أهل له قربى ومنزلة عند الإله على الأدنى مقتربوا. أبا يا رسول الله، أبدت رجال لنا نجوى صدورهم، لما مضت وحال الدون كالترب، تجهمت رجال واستخف بنا، لما فقدت وكل وكنت بدرا ونورا يستضاء به، عليك تنزل من ذي العزة الكتب. غدت وحش الليالي والحزين خيم على طفالي، وان
ساكب نقلا عن البحار أن فاطمة الزهرة عليها السلام ما زالت بعد بها معصبة الرأس ناحلة الجسم منهدة الرأي لكن باكية العين محترقة القلب يخشى عليها ساعة بعد ساعة وهي تقول لولدي الحسن والحسين أين أبوكما الذي كان يكرمكما يا ويحملكما مرة بعد مرة أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما يا فلا يدعكما تمشيان على الآية وروي أنها عليها السلام قالت ذات مرة إني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي بالآذان فبلغ ذلك بلالا وكان امتنع من الآذان بعد النبي صلى الله عليه وآله فأخذ في الآذان فلما قال الله أكبر الله أكبر ذكرت أيام أبيها فلم تتمالك من البكاء فلما بلغ إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله بكت فاطمة عليها السلام وقالت وابت اسمك على المنابر وجسمك في المقابر ثم شهقت فاطمة وسقطت لوجهها وأغشي عليها فقال الناس لبلال أمسك فقد فارقت ابنة رسول الله الدنيا وظنوا أنها قد ماتت فقطع أذانه ولم يتم فأفاقت الزهرة عليها السلام فسألته أن يتم الآذان فلم يفعل ذلك فقال احفني يا سيدة النساء فعفته عن ذلك وكانت عليها السلام تخرج بين الحين والآخر إلى قبر أبيها ومعها الحسن والحسين وكان السبب في زيارتها لقبر أبيها الشكوى لما حل بها من المصائب واستمرت على ذلك المنوال حتى في الليالي الأخيرة من عمرها الشريف كانت تخرج عليها السلام وتأتي إلى قبر أبيها عليها السلام ولما أتت إلى قبر أبيها أنت تزلزلت لها الأرض وقالت يا أبتا سكنت التراب وفارقت الأحباب وسلمتنا إلى الخطوب وفوادح الدهور ثم إنها عليها السلام أخذت قبضة من صعيد قبر الشريف ووضعتها على أنفها وعينها وهي تشمها وأنشأت تقول قل للمغيب تحت أطباق الثريا إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت على مصائب الأوان
صبت على الأيام صيرنا ليالي قد كنت زاحما بظل محمد لا أخشى من ضيمي وكان حاميا لي فاليوم أخشى شجن على غصن بكيت صباحيا فلا أجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولا أجعلن الدمع فيك وشاحيا ماذا على من شمت في سنة 276 للهجرة فقال الأول للثاني انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها فانطلق جميعا فاستأذنا على فاطمة عليها السلام فلم تأذن لهما فأتيا عليا عليه السلام فلما كلما أدخلهما عليها فلما قعد عندها حولت وجهها الشريف إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام فتكلم الأول فقال يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي وإنك لأحب إلي من ابنتي ولو وددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت أباك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقه فقالت أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله تعرفانه وتفعلان به قالا نعم فقالت أنشدكم الله ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعنا من رسول الله قال
قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي صلى الله عليه وآله لأشكونكما إلي. عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عليها السلام قالت لما اشتدت علة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار فقلنا لها يا ابنة رسول الله كيف أصبحت من علتك؟ فقالت عليها السلام أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم قبل أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن صبرتهم فقبحا لفلول الحد وخور القناة وخطل الرأي لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا جرم لقد قلدتهم ربقتها وشنأت عليهم عارها فجعدا وعقرا وسحقا للقوم الظالمين. ويحيهم أن زعزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الوحي الأمين والطبين بأمر الدنيا والدين. وتقصد بذلك علي بن أبي طالب ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وما نقموا من أبي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل. والله لو تكفوا عن زمام نبذه رسول الله صلى الله عليه وآله لاعتقله ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه ولأوردهم منهلا نميرا صافيا رويا فضفاضا تطفح ضفته ولا يترنق جانبا ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهل وشبعة الكافل ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ألا هلم فاستمع وما عشت أراك الدهر عجبا يا وإن تعجب فعجب قولهم ليت شعري إلى أي سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا وعلى أي ذرية أقدموا واعتنكوا. لبئس المولى ولبئس العشير وبئس للظالمين بدلا. استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهل فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعايا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
ويحرم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا ملء العقب دما عبيطا وذعافا واطمئنوا للفتنة جاشا وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وبهرج شامل واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال سويد بن غفلة فأعادت النساء قولها إلى رجالهن فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار معتذرين وقالوا يا سيدة النساء لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره فقالت عليها السلام إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم ولا يا أمر بعد تقصيركم قال الراوي لما مرضت فاطمة الزهراء عليها السلام مرضا شديدا ومكثت 40 ليلة في مرضها إلى أن توفيت صلوات الله عليها فلما نعيت إليها نفسها عليها السلام دعت أم أيمن وأسماء بنت عميس ووجهت خلف علي عليه السلام فأحضرته لتوصي يا
شكت إلي ما نالها من بعدي فقال لها إنك قادمة عن قريب. وما زالت تقول في تلك الأيام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة وألحقني بأبي محمد صلى الله عليه وآله. فإذا قال لها أمير المؤمنين عافاك الله وأبقاك تقول يا أبا الحسن ما أسرع اللحاق برسول الله. ولما كان اليوم الذي توفيت فيه أتاها جبرائيل ومعه الملائكة وسلموا عليها فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بذلك. وبعد هنية سمعها تقول وعليكم السلام يا رسول ربي. فسألها أمير المؤمنين عمن سلمت فأخبرته بأن ميكائيل سلم عليها وهو يقول إن الله تعالى يقرئك السلام يا حبيبة رسول الله. وثمرة فؤاده اليوم تلتحقين بالرفيق الأعلى وجنة المأوى يا 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 يا. وفي ذلك اليوم وقبيل المغرب قالت لأم سلمى زوجة أبي رافع التي كانت تمرضها أيام علتها يا أما يا اسكبي لي غسيلا. فاغتسلت عليها السلام ثم قالت أعطيني ثيابي الجدد. فلبستها وأمرتها أن تقدم فراشها وسط البيت ففعلت ذلك. ثم نامت عليها السلام مستقبلة القبلة وقالت إني مقبوضة الآن فلا يكشفني أحد. قالت أسماء بنت عميس وكانت تمرضها أيضا فخرجت عنها وانتظرتها ساعة ثم ناديتها بعد ذلك يا ابنة محمد المصطفى يا ابنة أكرم من حملت النساء يا ابنة من كان بين ربه قاب قوسين أو أدنى يا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما توفيت فاطمة شقت أسماء جيبها يا. وخرجت فتلقاها الحسن والحسين فقال عليهما السلام أين أمنا الزهراء. فسكتت فدخل البيت فإذا هي ممدودة فحركها الحسين عليه السلام فإذا هي ميتة. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون ويا للمأتم على الزهر اليوم ينصاب المأتم على الزهر اليوم ينصاب ابنها
السيال من دم صدر الزجية. فقال الحسن للحسين عليهما السلام: يا أخا أجرك الله في والدته الزهراء. وخرجا وهما يبكيان وينادان: يا محمد اليوم جدد حزننا بموت فاطمة. وكان أمير المؤمنين عليه السلام في المسجد، فمضى الحسنان إليه حتى إذا قربا من المسجد رفعا صوتيهما بالبكايا. وابتدر لهما جمع من الصحابة فقالوا: ما يبكيكما لعلكما نظرتما إلى موقف جدكما فتذكرتما شوقا إليه. فقالا: لا والله ليس ذلك، وإنما يا ماتت أمنا السهراء. فوقع علي عليه السلام على وجهه: نفسي على زفرتها يا محبوسة عيون، يا ليتها خرجت معايا زفرتي. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. قال الراوي: فأغشي على أمير المؤمنين عليه السلام حتى رش عليه شيئا من الماء، ثم أفاق فحملهما، أي حمل الحسن والحسين، حتى أدخلهما البيت فرأى فاطمة وعند رأسها أسماء تبكي وتقول: ومصيبتايا، كنا نتعزى بفاطمة بعد موت جدكما، فبمن نتعزى بعدك؟ فكشف علي عليه السلام عن وجهها فإذا برقعة عند رأسها، فنظر إليها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول الله، أوصت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قال الراوي: لما توفيت فاطمة عليها السلام فصاح أهل المدينة صيحة واحدة، واجتمعت نساء بني هاشم في دارها وهن يصرخن ويبكيان، وكادت المدينة أن تتزعزع من صراخهن وهن يقولن: يا سيدتي يا ابنة رسول الله. وأقبل الناس مثل عرف الفرس إلى علي بن أبي طالب وهو جالس، والحسن والحسين عليهما السلام يبكيان بين يدي، والناس يبكون لبكائهما،
فاجتمع الناس فجلسوا وهم يضجون وينتظرون أن تخرج الجنازة فيصلون عليها. وخرج أبو ذر وقيل عمار فقال انصرفوا فإن ابنة رسول الله قد أخر إخراجها في هذه العشية. فقام الناس فانصرفوا. قال الراوي ولما كفنها علي بن أبي طالب كفنها في سبعة أثواب. وقبل أن يعقد الرداء عليها نادى يا أم كلثوم ويا زينب تزودوا من أمكم الزهراء يا 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 فهذا الفراق واللقاء في الجنة. فأقبل الحسنان عليهما السلام وهما يقولا يا يا وا وحسرة لا تنطفئ من فقد جدنا محمد صلى الله عليه وآله وأمنا الزهراء يا 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 وا. إذا لقيت جدنا فاقرئيه منا السلام وقولي له إنا بقينا بعدك يتيما في هذه الدنيا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام أشهد أنها مدت يدها وضمتهما إلى صدرها يا وإذا بهاتف من السماء يا 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 وا ينادي يا أبا الحسن ارفعهما عنها وا يا فلقد أبكيا والله ملائكة السماء يا يا يا. ثم إن علي بن أبي طالب عليه السلام رفعهما عنها وعقد عليها الرداء عليه السلام وصلى عليها ومعه الحسن والحسين وعقيل وعمار وبقية الخواص. قال الراوي فقام أمير المؤمنين بعد انصراف الناس فلما هدأت العيون ومضى شطر من الليل أخرجها عليها السلام والحسن والحسين معها وقيل عمار والمقداد وعقيل وأبو ذر وسلمان ونفر من بني هاشم وخواصه. فصلوا عليها ودفنوها في جوف الليل. وهذه الرواية أيضا مثبتة في صحيح البخاري أنها عليها السلام ماتت وهي غضبانة على الأول وقد دفنت في جوف الليل. وساوى علي عليه السلام حولها قبورا مزورة. أيوة سيدته ومظلومته. وساوى حولها قبورا قيل سبعة حتى لا يعرف قبرها. وقال بعض الخواص أنه ساوى قبرها مع الأرض مستويا فمسح مسحا سويا مع الأرض حتى لا يعرف موضعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أول شخص يدخل الجنة فاطمة عليها السلام. وعن علي عليه السلام عن رسول الله إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطان العرش يا أهل القيامة اغفروا
تجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله مع قميص مخضب بدم الحسين، فتحتوي على ساق العرش فتقول أنت الجبار العدل، اقضي بيني وبين من قتل ولدي فيقضي الله بسنتي ورب الكعبة، ثم تقول اللهم شفعني في من بكى على مصيبة ولدي الحسين. لا بد أن ترد القيامة فاطمة، لا بد أن ترد القيامة فاطمة، وقميصها بدم الحسين ملطخ. ويل لمن شفعاؤه وخصومه والصور في يوم القيامة ينفخ. طال الغياب والسهر هد حيلي، بعد الأحباب صار موحش ليلي. طال الغياب والسهر هد حيلي، والسهر هد حيلي.